صنعوا البلح عندكم هنا بتصنعوه ازاي يعني؟ نصنعه ونعلله او نخليه من سنه لسنه، يعني زي بنشيله كده، بنشيله ونعلله من سنه لسنه، من الموسم للموسم اللي جاي. يعني يقعد سنه؟ يقعد سنه سنتين زي ما انت عايزه، بحيث هو اتحمص خلاص زي ما انت عايزه. طب بتعملوه بقى ازاي؟ اول حاجه بعد ما نقطع النخل وكده ونلمه، نروح ننشره على السطحه، ننشر سطح يوم او اثنين او ثلاثه على حسب ما ياخد وقته من الشمس او ينشف من الشمس شويه. وبعد كده نجيب الفرن البلدي او ممكن الفرن الانبوبه او اي فرن، وتكون هاديه نارها، ما تكونش سخنه جامد عشان البلح ما يتحرقش بسرعه، تكون نار هاديه خالص. وبعد كده نحطه ممكن ربع ساعه نص ساعه او لحد ما يطرى، لحد ما يبقى طري زي كده. نحس ان هو طري ولبك كده، السكر بتاعه نزل عامل زي اللبك خالص كده. وبعد كده نطلعه من السجان ونخليه يبرد، او ممكن سخن، نحطه سخن وفي اكياس، نعبيه اكياس زي كده. اوريني كده. اكياس زي كده، نعبيه في الكيس زي كده ونحطه في الكيس ونقفل على الكيس جامد، ونحطه في جيرك ونقفل على الجيرك كده، يقعد معاك سنه، ويقعد معاك سنتين زي ما انت عايزه، وما يتسويش خالص. يعني ولا مواد حافظه ولا اي حاجه خالص؟ اي حاجه خالص، يقعد معاك زي ما انت عايزه سنه سنتين. وتحطيه في مكان هاوي، ما تحطيش مكان مغلق، عشان يعني مكان يكون مفتوح. ممكن تحطيه في المطبخ بتاعك. عادي، ما المطبخ برضه فيه تهويه برضه. وبيطلع ده لونه حلو كده، ده اللي بيبقى في رمضان. ده حلو، وده منه بيتعمل فطير ببلح عجوه زي وده العجوه. ده عجوه، ده يعني ممكن يتعمل باللبن برضه. يعني انتوا بتصنعوا البلح العجوه والبلح الناشف اللي احنا بنعمله في رمضان؟ بنصنع جميع انواع البلح في البيت. في البيت جميع انواع البلح اللي عندنا في النخل، بعد ما نقطع النخل جميع انواع البلح اللي عندنا، العجوه، الاخضر، لا الاخضر مش بيبقى اخضر، لازم يكون طيب زي كده، لازم يكون طيب في النخله، ما بنقطعش النخله على طول، لازم النخله تستوي خالص. عامة هي طريقه سهله، وممكن احنا لو جبنا، ممكن انتوا تشتروا البلح اللي بيتباع ده، بس يكون طيب. اي نوع بلح؟ اي نوع بلح، ايا كان نوع البلح، بس البلح في نوع بلح اللي هو يبقى في الثلاجه، ده مثلج. لا ما يتعملش. ممكن البلح الزغلول، البلح السماوي، اي انواع البلح. والفرن طبعا اي ست عندها فرن في اي مطبخ. طيب انا بشكرك جدا، ودي معلومه حلوه قوي قوي، وان شاء الله انا هجربه. شكرا ليك.